قال له: يا رسول الله، إننا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الدين، فهل بعد هذا، بعد هذه النعمة من شر، أو بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، أما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وفي الحديث: يوشك أن يكون خير مال الإنسان غنم يرعاها في رؤوس الجبال، يتتبع بها مواقع القطر، يفر بدينه